عرشك مرة بالأمان. فانزل بسوح العارف الربان نجم الهداية للمكارم والتغى. شمس الحقائق أحمد التيجاني. واسأل به مولى البرية نفحة ومراحما كالوابل الهتان. فمحبه راق إلى درج العلا. ويثاب بالتهذيب والغفران. ما خاب من يرجو به المولى ولا من يهتدي بهداه بالأكوان. هو قطب كل الأولياء بعصره وممدهم بالسر والإعلان. ناهيك أن إمامه خير الورى بل شيخه في الورد والقرآن. أكرم بشيخ ثم أكرم بالذي يعزى له بالحق والبرهان.
Thank you.